طب مسلسلين السينما اخبارها ايه؟ يعني واضح ان في فوقه بعد الكورونا كده. بس انا اخر حاجه عملتها كانت فيلم محمد حسين مع استاذ محمد سعد. وكنت فرحانه جدا بالتجربه دي، انا بحبه جدا 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 جدا، وكنت نفسي امثل معاه من زمان، وعايزه اقول لك كنت مستمتعه بالعمل معاه. فده كان لسه قبل الكورونا. قبل على طول الكورونا. ايوه فما لحقتش لسه. بس دلوقتي في كذا حاجه المفروض ان انا، يعني المفروض لسه ما فيش حاجه فعليه، بس في حاجات انا مترشحه فيها، ما اقدرش اقول لك اني مضيتها، مترشحه فيها، اتمنى ان هي تحصل، في منهم حاجات مهمه انا نفسي اعملها. هل بقت مشاركتك مع محمد سعد، يعني اشتغلتوا مع بعض في العروض اللي كان بيعملها في ام بي سي؟ لا، في الاول كان في ام بي سي. عملنا صح انا وهو حسن الرداد. ايوه، وبعد كده عملته مع بعض محمد حسين، وبعد كده عملته كمان في السعوديه. ايه بقى موضوع التوأمه الفنيه اللي بقت بينك وبين محمد سعد؟ عايزه اقول لك ان انا وانا بشتغل معاه المسرح قلت له استاذ محمد انا نفسي اعمل معاك حاجه. يعني كنت فرحانه جدا جدا وانا بعمل معاه المسرحيه، كانت هي مسرحيه واحده واتصورت في العروض اللي كان بيعملها. قلت له انا حاسه ان احنا هنتقابل. قال لي هنتقابل يا مي. قعد يقول لي انت ممثله لذيذه وحلوه وجميله، وان شاء الله هيكون لنا نصيب ان احنا نشتغل مع بعض. كان شرف ليا طبعا ان هو يقول لي الكلام ده. طبعا هو فنان كبير جدا طبعا. فعدت الايام ولقيته بيكلمني على فيلم محمد حسين. كنت مبسوطه قوي قوي انه كلمني، وكنت فرحانه وسعيده وحاسه ان انا يعني عارفه ان احنا هنعمل حاجه دمها خفيف، فكنت بسطت جدا. ونزل محمد حسين، ناس كتير كانت بتتكلم كلام، وعملنا صح، وبعدها خلصنا الفيلم وطلعنا عملنا المسرحيه في السعوديه. دي هل في كلام انها تتعرض هنا برضو ولا لسه؟ لغايه دلوقتي لا، ما قالولكيش. طب محمد سعد ناس كتير كانت بتقول عنه كلام في الكواليس ان هو متحكم وان هو دكتاتور وان هو كذا وان هو خالص. انت بص انا مش هقدر معاك كتير بقى. بص بجد مش بتكلم عليه عشان احنا قدام الشاشه او ان انا بقولك كده عشان انت حبيبي وصاحبي. بس بتكلم من قلبي فعلا. جدع جدا. لا هو احنا عارفين ابن بس بلد جدا بقى يسمع. ابن بلد جدا. كنت بتضحكي في الكواليس منه أو في التصوير؟ نهاري ده في مشهد والله العظيم مش عارفه امسك نفسي يا احمد. هو فظيع. مش عارفه يعني وطلعت في المشهد بتضحكي، بس هو الموقف كان مساعد ان انت تضحك، فاهم ازاي؟ بس مش قادره امسك نفسي، مش عارفه. والحاجات طبعا هو بيقول اكشن، هو خلاص هو هو بيتحول، انا اللي ببقى عشان امسك نفسي، مش قادره امسك نفسي، خفت الدم بسرعه بديها ولذاذه وكل حاجه.